السلام عليكم. في درس اليوم سنكمل في التعرف على قواعد البيانات أكسس بشكل مكثف أكثر. بعد أول شيء سنذهب ونقوم به وهو الدخول للملف الذي قمنا بإنشائه سابقا. هذا هو الملف قاعدة بيانات باسم داتا من نوع مايكروسوفت أكسس، تم إنشاؤها ببرنامج أكسس 2010. قمنا بإنشاء جدول إنشاء البوكس لكتب الكاستمرز الرئيسي بهذه الطريقة. يمكننا جعله فقط الضغط بالزر الأيمن ثم الضغط على كلي بريمار. الآن الحقل الآخر وهو حقل كاستمرز، أيضا يمكننا جعله الحقل رئيسي أو غير رئيسي هكذا بنفس الطريقة، مثل البوك كما قلنا، نقوم بحفظ العمل الخاص بنا. الآن ما الذي سنتعرف عليه؟ كما قلنا أكسس من نوع قواعد البيانات العلائقية، لذلك يجب أن نطبق هذا المفهوم. فما هو هذا المفهوم؟ العلاقات للقيام بإنشاء علاقات جديدة بين نحذف كل ما قمنا بإنتاجه فقط للبدء من جديد. هكذا تكون تظهر لكم الشاشة في أول مرة، تظهر لكم أيضا شاشة ترحيبية للدخول، لكن نحن سنبدأ من الصفر، حيث سنضغط على أفيشي لوتابل هكذا، ثم نختار إذا كانت هناك الجداول لكي نقوم بالعلاقات بينها، إما جداول أو استعلامات أو كلاهما. نحن سنقوم بعمل علاقات بين الجداول، نقوم بالضغط بكنترول ثم نحدد على الجداول التي سنريدها، ثم نضغط على أجوتي أو أدد. كما ترون توجد علاقة سابقة سأحذفها، سنحذف العلاقة. نحذفها بهذه الطريقة، نضغط عليها بالزر الأيمن ثم سيبريمي فقط لكي نبدأ من الصفر. الآن هذه هي الجداول موجودة لدينا. نريد عمل علاقة مثلا بين البوكس هنا الكاستمرز، مثلا عندنا مجموعة من الكتب، مثلا لدينا كتاب دليل البرمجة بلغة ديلفي ويريد أن يستعيره، يعني مثلا لدينا مجموعة من هذا الكتاب، عدد من النسخ من هذا الكتاب سيستعيره كاستمرز. كيف سنقوم بهذا؟ يجب أن نقوم بعلاقة بين البوك، هذا هنا الاسم الخاص بالكتاب، وهنا في حقل الكاستمرز نقوم بحقل البوك نيم. العلاقة ستكون بين نيم والبوك نيم، لكن لا يمكننا القيام بهذا لأنهما ليس من نفس النوع، لذا سنذهب إلى جدول بوكس كتب ثم ننتقل إلى الوضع الآخر، نقوم بتغيير اسم الحقل إلى بوك نيم عبارة عن تكست أو سترينج، والكاستمرز الحقل بوك نيم سنرى نوعه. الحقل كاستمرز أيضا من النوع سترينج أو من النوع تكست، يجب أن يكون من نفس النوع كما قلت لكم ومن نفس الاسم أيضا. الآن لنربط بينهما نبقى ضاغطين على المفتاح الرئيسي نيم، نقوم بتحديثهما فيرمي، ثم نذهب إلى من جديد لكي تفتح معنا من جديد، نقوم بالتحديث فقط، ضغط على أرجستي ثم ريليشن. كما ترون الآن تم التحديث. نبقى ضاغطين على المفتاح الرئيسي من جدول بوكس ثم نقوم بأخذه مباشرة فوق حقل بوك نيم في جدول كاستمرز هكذا. كما ترون يقوم بعمل مباشرة بعض المعلومات، الجدول أو الحقل، العلاقة بين من وبين من، يقول لنا هنا بين بوك نيم وبوك نيم، من جدول الكتب إلى جدول الكاستمرز. الآن لبعض الأشياء الخاصة بالعلاقات،
هذه هنا كما ترون ابليكي لانتيغريتي ريفيونتيال، لا اعرف كيف تنطق باللغة الفرنسية. على العموم هي يعني مثلا اذا حذف حقل من البوك نيم، هذا في البوك نيم يمكننا اضافته في الكوستمر، يعني اذا قمنا بهذا ميزاجور ميزاجور اون كاساد لي شون كوريسبوندون، هكذا اذا يعني اذا عدلنا على معلومة او حقل تسجيل من حقل بوك نيم في جدول الكتب، سيقوم البرنامج تلقائيا بالتعديل عليها في حقل بوك، يذهب الى تلك التسجيلة ويعدل عليها عندما نضغط هنا اذا قلنا بالضغط على ميزاجور، واذا قلنا له افاسي اون كاساد لي انريجستمون كوريسبوندو هكذا، اذا قلناها له سيحذفها لنا، اذا تم حذفها من جدول بوك نيم ستحذف ايضا من جدول الكوستيمرز. كما ترون الان هنا تايب دو ريليشن، تايب دو ريلاسيو باللغه الفرنسيه، تايب دو ريليشن بالانجليزيه. هنا ا بليزير يعني مجموع، توجد ثلاث انواع اساسيه من العلاقات وهي وان تو ميني، واحد لكثير، ا باللغه الفرنسيه، واحد لواحد one to one، وأيضا واحد لكثير one to many، وكثير لكثير. ما معنى هذا؟ إذا قلنا مثلا a plaisir book name واحد للكثير من الطلبة، وأيضا إذا قلنا مثلا ليس له علاقة بالكتب، شيء له علاقة ب one to one، مثلا هناك شخص طلب من متجر شيء معين، فالطلبية كل شخص واحد، وتكون طلبية يعني طلبية واحدة فيها كل ما يحتاجه، يعني طلبية one to one من مستخدم الى طلبية، كل واحد سيكون واحد لواحد. سنتعرف على هذا اكثر في خلال دورة هذه ان شاء الله. ومن ماني تو ماني يعني كثير لكثير، لا تستعمل كثيرا، الاكثر استعمالا هي وان تو ميني، ميني تو ميني لا تستعمل كثيرا، اي بليزير ا بليزير لا تستعمل كثيرا، مثلا نقوم باعطاء هناك الكثير من الاشياء، مثلا كثير من الكتب لكثير من التلاميذ، لا يجب ان تفهموها هكذا، يعني هذا هو نوع العلاقات. الان بعد ان قمنا بهذا نضغط على كري باللغة الفرنسية، كما ترون قام بوضع هنا نقطة او رمز واحد الى الرمز ما لا نهاية، يعني وان تو ميني، اذا كان يعني هذا هو نوع العلاقة التي قمنا بها. يمكنكم تصميم هنا تحليل خاص بكم الذي سنتعرف عليه في الدرس القادم. الان سنقوم بحفظ العلاقات الخاصة بنا التي قمنا بانشائها، وسنقوم بتجربة العلاقات التي انشأناها لحد الان. نقوم بإنشاء مجموعة من الكتب، مثلا كتاب دلفي عرب، ونقوم بإعطائه الاي دي 1 والدات، دات مثلا تاريخ 1/1/2015. نقوم بإنشاء كتاب جديد مثلا ماستر دلفي، نقوم بإعطائه الاي دي 2، ثم نقوم بإعطائه تاريخ الإنتاج في 10. هذه الكتب التي قمنا بإنشائها كما ترون، نقوم بالحفظ. تم إضافة زر زائد هنا، مثلا نريد أن نعطي هذا الكتاب لكوستمر معين، ما سنقوم بكتابة اسم الكاستمر هنا، مثلا سنعطيه لرؤوف، ثم سنقوم بإعطاء النسخة أيضا لأحمد، عفوا نقوم بإعطاء نسخة لأحمد ونسخة لمحمد، هكذا قمنا بإعطاء النسخ لهؤلاء الأشخاص. مثلا ماستر دلفيس سنقوم بإعطائها لي وليد، ونقوم بإعطائها لي مثلا مثلا إلى حميد، هذه هي. نقوم الآن بالحفظ، ونقوم بحفظ الجدول ثم الخروج، ثم نذهب إلى جدول كوستمر ونرى ما الذي تمها. كما ترون يعني كنا قادرين على أن نقوم بهذا الأمر يدويا، لكن كما ترون تم التقليل علينا من الكتابة، فقط نختار الكتاب ثم نختار الشخص الذي أخذه ويقوم هو بإنشاء هذا. هذه هي قواعد البيانات العلائقية. الآن سنمر مباشرة إلى أول عملية تطبيقية لنا باستخدام دلفي. يمكنكم تحميل
تلفي من الانترنت بسيطة. اذهبوا الى موقع امبراكا، ديروا داونلود ديلفي سيت، عفوا داونلود ديلفي اكس او 8، ثم تقومون بتحميله بشكل عادي. الان سنمر الى اول شرح تطبيقي، اذا وداعا.